التاسعة بتوقيت القدس المحتلة. أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة الأخبار. نسهل النشرة بأبرز العناوين. السيد الرئيس يثمن ويشيد بالموقف السعودي الدائم وثابت تجاه القضية الفلسطينية. الأمر وتعلن تقليص العجز المالي للعام الحالي إلى 21 مليون دولار. نتنياهو يجدد تهديده بهدم قرية الخان الأحمر قريبا. مشاهدينا الكرام وأهلا بكم إلى تفاصيل التاسعة. أشاد السيد الرئيس محمود عباس وثمن الموقف السعودي الدائم والثابت تجاه القضية الفلسطينية، والذي أكد عليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خلال كلمته المهمة التي ألقاها في افتتاح مجلس الشورى السعودي. هذا وأكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في كلمته أن القضية الفلسطينية ستظل القضية الأولى للمملكة إلى أن يحصل الشعب الفلسطيني على جميع حقوقه المشروعة. وأضاف خادم الحرمين الشريفين لدى افتتاح دورة الأعمال الجديدة لمجلس الشورى، أضاف أن المملكة ستستمر في التصدي للتطرف والإرهاب والقيام بدورها القيادي والتنموي في المنطقة. ستبقى القضية الفلسطينية قضيتنا الأولى إلى أن يحصل الشعب الفلسطيني على جميع حقوق المشروع. هنا السيد الرئيس محمود عباس أبناء شعبنا في كافة أماكن وجودهم والأمتين العربية والإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف. وعبر سيادته عن أطيب التهاني وأصدق المشاعر الأخوية المقرونة بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة وقد تحققت أمانينا بالعودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وعلى أمتنا وقد تعززت وحدتها وتحققت تطلعات وأماني الشعوب في التطور والرقي. وبحضور السيد الرئيس محمود عباس نظمت وزارة الأوقاف وشؤون الدينية احتفالا في مقر الرئاسة بمدينة رام الله أحياء لذكرى المولد النبوي الشريف. كما حضر الاحتفال عدد من أعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح ووزراء وأعضاء في المجلس التشريعي ورجال دين وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين. إحياء لذكرى المولد النبوي الشريف، أقامت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حفلا مركزيا حاشدا برعاية السيد الرئيس محمود عباس ومشاركته في قاعة أحمد الشكيري بمدينة رام الله. أمه جمع واسع من المسؤولين ورجال الدين الإسلامي والمسيحي وقادة وضباط وعناصر الأجهزة الأمنية. سنظل حراس الأمانة التي أودعها بين أيدينا، ومن هذه الأمانة وفي قلب هذه الأمانة مسراه ومبدأ معراجه القدس الشريف. هي أمانة أودعها فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي الأمانة التي أودعت في أيدينا من قبل كل الأنبياء والمرسلين. الحفل السنوي بميلاد نبي الهدى محمد صلى الله عليه وسلم تخلله كلمات استحضروا فيها مناقب ومآثر رسولنا الكريم ومكارم أخلاقه، خاصة تعزيز التسامح الديني ومحاربة محاولات إقحام الدين بقوة التطرف والتعصب التي حصدت أرواح الآلاف من الأبرياء، قبل أن يكرم سيادة الرئيس الشاب موسى مدفع الحافظ للقرآن عن ظهر قلب وفاز بالمرتبة الأولى في مسابقة حفظ القرآن الكريم قبل شهرين في كرواتيا. أؤكد على متانة العلاقة بيننا وبين أتباع الديانات الأخرى، ونقول إننا في خندق واحد ضد الاحتلال وراء وخلف قيادتنا الحكيمة، وإننا نعلم القاسي والداني
أن عداءنا مع اليهودية ليست كدين بل مع الصهيونية التي تنال من وجودنا، أن مقياس قوة هذه الأمة ومقياس وحدة هذه الأمة هي ما تشير إليه بوصلة القدس الشريف. فإذا كانت القدس في عزة ومنعة كانت الأمة في عزة ومنعة، وإذا أضيمت القدس أضيمت الأمة جمعاء. وتحل ذكرى المولد النبوي الشريف في هذا العام، وما زال الاحتلال الإسرائيلي يمعن في سياساته العدوانية ضد أبناء شعبنا ويدنس مقدساتنا، ما دفع الحاضرين في هذا الحفل المبارك إلى إطلاق صرخة لنصرة شعبنا وقيادتنا، مطالبين أيضا بإنهاء الانقسام والالتفاف خلف رمز الشرعية الفلسطينية لإفشال المؤامرة التصفوية التي تنسج خيوطها قوى الشر الأمريكية. إحياء شعبنا وقيادتنا ذكرى المولد النبوي الشريف يأتي بهدف استحضار مناقب رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم وصفاته، وفرصة لتجديد البيعة للوريث الشرعي للعهدة العمرية التي يحمل لواءها السيد الرئيس محمود عباس المتمسك بالثوابت الوطنية. من مقر الرئاسة بمدينة رام الله، خالد مطاوع، تلفزيون فلسطين. تفقد رئيس الوزراء رامي الحمدالله بأريحة هيئة التدريب العسكرية، حيث اطلع على عملية سير العمل في الهيئة وأهم إنجازاتها واحتياجاتها. وشاد الحمدالله بالدور الذي تقوم به هيئة التدريب العسكري، مثمنا دور المؤسسة الأمنية بكافة مكوناتها على الجهود التي يبذلونها في توفير الأمن وحفظ النظام ومكافحة الجريمة. رئيس الوزراء أكد على الإصرار على تعزيز الحوكمة في قطاع الأمن وتطوير آليات الفاعلية والشفافية والمساءلة والقدرة على الاستمرار المتصاعد في خدمة أبناء شعبنا وتحقيق شعار المواطن أولا. ناقش مجلس الأمن الدولي آخر المستجدات في فلسطين، وذلك خلال جلسة عامة عقدها اليوم. وأكد مندوب عدد من الدول الأعضاء في مجلس الأمن على ضرورة استئناف العملية السياسية وفقا لحل الدولتين وتجنب أي تصعيد. من جانبه قال المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف أنه يجب على إسرائيل تسهيل حركة الأفراد والسلع من وإلى قطاع غزة. 30 عاما على اعتراف الصين بدولة فلسطين، وما زالت العلاقات الثنائية بين البلدين في تطور مستمر. تفاصيل أوفى مع أحمد براهم. من أقصى شرق آسيا إلى غربها تمتد العلاقات وتتمتن بين الشعب الفلسطيني بدولته وقيادته وشعبه مع جمهورية الصين شعبا وقيادة. علاقات بدأت فصولها من عهد الرئيس ماو تسي تونغ الذي كان أول زعيم لدولة غير عربية تعترف بمنظمة التحرير وتحتضن حركة تحرر الشعب الفلسطيني التي نهضت من وجع النكبة واللجوء تجوب العالم في طريقها إلى فلسطين. 30 عاما ويزيد على اعتراف الصين بدولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، علاقات تاريخية مستمرة إلى يومنا هذا وتزيد يوما بعد يوم في كل المجالات، حيث تعد الصين من كبرى الدول الداعمة لشعبنا سياسيا واقتصاديا وماديا. فلسطين ترى الصين دولة صديقة وداعمة لشعبنا في كل المجالات، لا سيما وأن الصين دعمت فلسطين في كل المحافل الدولية والسياسية والدبلوماسية، ووقفت مؤازرة وداعمة في وجه الاحتلال ومن كان حليفه يوما. فلا مناسبة صينية لا تشارك فيها فلسطين، ولا مناسبة فلسطينية لا تشارك فيها الصين. العلاقات الممتدة رسميا وشعبيا في تطور وازدياد دائم. الرئيس محمود عباس زار الصين مرارا، وكذلك سلفه الشهيد أبو عمار، فتتجدد هذه العلاقات بعد عقود طويلة من المحبة والصداقة، معلنة تطورها لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين والشقيقين. لتلفزيون فلسطين أحمد برهمة. معنا في الاستوديو مفوض العلاقات العربية والصين الشعبية لحركة فتح السيد عباس زكي. مساء الخير سيد عباس، أهلا ومرحبا بك معنا إلى نشرة التاسعة. ماذا يمكن أن نقول حول العلاقات التي تتطور
ما بيننا وما بين جمهورية الصين الشعبية والصين اليوم في مصاف الدول الكبيرة والمتقدمة في كافة المجالات؟ نحن والصين في نفس المبادئ والقيم، بجمعنا مواقف على صعيد الكرة الأرضية أن نؤمن بالتعايش السلمي، هم هكذا الصينيين، ضد الاحتكارات، ضد الاحتلالات لأراضي الغير، وأيضا مع الشعوب المضطهدة، وضد الإمبريالية وتغولها في العالم الناشئ هذا. ثم أنهم مع الفوز المشترك ومع الرغاد والسعادة لشعبهم ولمجموعة الدول التي يتعاملون معها. واضح هذا في خطة الطريق، الحزام والطريق. والرئيس شي جين بينغ في الفترة الأخيرة ألقى خطاب، ونحن بنفهم شو معنى المنتدى العربي الصيني، كان في 2004 36 مليار حجم التبادل بين العرب وبين الصين، في 2017 191 مليار، الآن بقول الرئيس شي جين بينغ بقول 8 تريليون سيكون في السنوات الخمس القادمة، وسيأخذ 800 مليار كل يعني واردات العرب وصادرات العرب ستأخذها الصين. وبالتالي هو جايين بيقولوا احنا مستعدين هذه المنطقة اللي عانت من الويلات والحروب ان تأخذ قسطا من الحياة، ولكن التنمية والاستقرار، يعني التنمية تحتاج استقرار. طيب سيد عباس، ولا استقرار في الشرق الأوسط إلا بتحرير فلسطين، بحل القضية الفلسطينية، والدولة، قيام الدولة وعاصمتها القدس. طيب اليوم يعني وبعد 30 عاما على اعتراف الصين بدولة فلسطين، لا زالت الصين داعمة لدولة فلسطين في مختلف المحافل الدولية. اليوم كيف يمكن البناء على هذه العلاقة واستثمارها لجلب مزيد من التضامن والدعم للقضية الفلسطينية في ظل كل ما تمر به من ظروف ومؤامرات تحاك ضدها؟ نعم، نحن بنحكي عن 30 سنة من الاعتراف الدبلوماسي. نعم. بعد أن ألقى الرئيس الراحل ياسر عرفات خطابه وصيحته أطلقها من جبال الأوراس في الجزائر بقيام الدولة الفلسطينية وإعلان الاستقلال، الصين اعترفت، فصار إنها 30 سنة. ولكن إحنا إنا مكتب في الصين من سنة 1965، وأحمد الشقيري أول رئيس زار في 65، وياسر عرفات وأبو جهاد زاروا الصين سنة 63 واجتمعوا مع شو إن لاي، وكانت اللقاءات مع شو إن لاي ماو تشي تونغ وما تلاه من زعماء، إلى أن بدأت الانفتاح والإصلاح في دينغ شاوبينغ، ثم جاء جيان زيمين الرئيس جيان زيمين فعزز هذه العلاقات وزارنا هون، ثم جاء خو جين تاو وجاء أيضا بالتمثيلات الثلاث. الأخ أبو عمار زار الصين 11 مرة، وأبو مازن هو رئيس زار 4 مرات، لكن له زيارات سابقة. إحنا بنحكي بس على حجم التبادل الرئاسة. وبالتالي أنا في اعتقادي بأنه لما الرئيس شي جين بينغ أول رئيس استقبله بعد المؤتمر 18 هو أبو مازن، وكان هذه يعني أمام العالم لها قيمة ومعنى، والآن دلالات سبحان الله إنه المرة الأخيرة هاي في الجمعية العامة في عندك 77 زائد الصين، هذول سلموا الرئاسة لمين؟ لمحمود عباس، لفلسطين. هذول 134 دولة كاملي العضوية، مين بقودهم؟ الأخ أبو مازن اللي هو لسه مراقب لأهمية البلد، لأهمية الصين. الصين طولت على مدار تاريخها كانت تقف إلى جانب الحق الفلسطيني، من مؤتمر باندونغ سنة 1955 واصلت هذا التأييد المطلق.
في ظل هذا التأييد والموقع الدولي أيضا المتقدم للصين، دور الصين في العملية السياسية كيف ترى؟ كبير. دور الصين نتوقع شيء مثلا في ظل انكشاف الموقف الأمريكي؟ شوف، الصين هو الزعيم القادم، والولايات المتحدة لا تحسب حساب لأحد إلا للصين، وبالتالي لما حاولت تعمل له مشكلة في كوريا أو في البحر الجنوبي استنفر قواته فتراجعت أمريكا إلى الخلف. وأنا بقول الحرب اللي على الصين الآن مقصود منها ألا يصل الصين إلى قيادة العالم، ولكن الصين بتصميم وبثبات ستصل إلى منصة يعني أن تقود العالم. ونحن الفلسطينيين مستفيدين جدا من أي تقدم للصين، لأنه أي تقدم للصين هو تقدم للقضية وحماية إلنا بكل تأكيد. شكرك يا جزيل الشكر، مفوض العلاقات العربية والصين الشعبية لحركة فتح سيد عباس زكي، مساء الخير، شكرا على المشاركة. أعلن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا بيير كريمبول في كلمته الافتتاحية للهيئة الاستشارية في الأردن، أعلن عن تقليص العجز المالي للعام الحالي من 446 إلى 21 مليون دولار. تفاصيل أوفى مع سندس أحمد. برئاسة تركيا والمملكة الأردنية الهاشمية نائبا للرئيس، ناقشت اللجنة الاستشارية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا الأوضاع الصعبة التي مرت بها الوكالة والعجز المالي الذي باتت تعاني منه، خاصة بعد قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف الدعم المقدم لها. المشاركون في المؤتمر الذي عقد في البحر الميت أكدوا على أن العجز الذي عانت منه الوكالة شكل ضغطا كبيرا على الخدمات التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين حول العالم. لكن زادوا من مستوى تبرعاتهم من الأونروا في هذا العام. بدوره أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي أن الأونروا ومن خلال الحراك السياسي الذي قاده السيد الرئيس محمود عباس مع الدول الصديقة والشقيقة تمكنت من قطع الطريق على المؤامرة الأمريكية المتمثلة بقطع المساعدات عن وكالة الغوث والهادفة إلى إنهاء عملها وتصفية قضية اللاجئين. نزف إلى شعبنا الفلسطيني وخاصة مجتمع اللاجئين وللسيد الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية أن الوكالة وعبر الدول المانحة والدعم السياسي الذي قاده السيد الرئيس في خطاب في الأمم المتحدة أنجز أن المؤامرة الأمريكية بقطع المساعدات عن وكالة الغوث بقيمة 365 مليون قد فشل، لأن الإدارة الأمريكية أرادت إغلاق وكالة الغوث وصولاً إلى شطب ملف اللاجئين. المشاركون في المؤتمر ثمنوا في ختام أعماله مبادرة السيد الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية بإعادة إعمار مخيم اليرموك وإزالة الأنقاض من المخيم من خلال الشراكة مع الأونروا والدول العربية والدول المانحة. وزير الخارجية السوري أعلم الوكالة أن الحكومة ستساعد وتشرف على عملية إعادة الإعمار والحياة هناك. طبعا لا ننسى أن منظمة التحرير الفلسطينية كانت قد يعني خصصت 2 مليون دولار لإزالة الأنقاض في الشوارع الرئيسية والزقاق في المخيم في محاولة أيضا إضافية وهمة لإعادة الحياة إلى طبيعتها، وبالتالي هناك مرحلة لتقييم الأضرار الدمار في منشآت المخيم، ليس فقط منشآت الوكالة ولكن المنازل ألوف مؤلفة من هذه المنازل إما دمرت بالكامل أو بحاجة إلى إعادة ترميم كبير. الجهود الدبلوماسية وإدارة الوكالة الحكيمة والدعم السخي من الدول المانحة استطاعت تخفيض العجز إلى 21 مليون دولار، وهذا يعني استقرار مالي حقيقي للوكالة سيمكنها من تقديم خدماتها لأكثر من 5.9 مليون لاجئ فلسطيني. لتلفزيون فلسطين سندس أحمد، البحر الميت. للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف الناطق باسم وكالة الأونروا سامي مشعشع. أهلا بك معنا سيد مشعشع إلى التاسع ومساء الخير لكم. مساء الخير.
يعني في ظل هذه الجهود التي تبذل مع الدول العربية والأوروبية على المستوى الدولي، وهذا التقليص الذي جاء بالحقيقة يعني برقم مفاجئ ومبشر لربما للجميع، هل يمكن القول بأننا سنشهد تقليصات أخرى قادمة لإنهاء الأزمة وإنهاء 21 مليون دولار المتبقية؟ يعني الجهد طبعا النتائج كانت جدا مبشرة، وتم الترحيب بها من كل الحاضرين في مؤتمر الوكالة في البحر الميت، وهي نتاج لعملية مشتركة كما تفضل تقريركم من الدول المضيفة ومن الدول المتبرعة والدبلوماسية الفلسطينية والدبلوماسية الأردنية على وجه التحديد. لم نخرج من عنق الزجاجة، نحن بانتظار ترجمة بعض من التعهدات الكبيرة إلى أموال في البنوك، ولكن تبقى القضية أننا بدأنا هذا العام بعجز كاد أن يقترب من نصف مليون دولار، واستطعنا تخفيضه في فترة قياسية إلى 21 مليون دولار. هذه رسالة سياسية بامتياز، رسالة دبلوماسية أردفت بدعم مالي. الرسالة هي برغم كل محاولات تشكيك الوكالة، تشكيك موارد الوكالة ومحاولة تشكيك ولايتها وقياديتها وتدقيها، إلا أن المجتمع الدولي التقى وراء الوكالة ودعمها، وأشارت إلى أن الدعم الفشل السياسي لحل قضية اللاجئين الفلسطينيين يجب أن لا يسحب نفسه هذا الفشل على الوكالة. نتائج كبيرة، ولكننا لم نخرج من عنق الزجاج، والتحدي الأكبر هو العام 2019. يعني الصوت متقطع سيد المشعشع، ولكن إذا فهمت منك بشكل صحيح، ونسأل هنا عن قضية الديمومة في هذه المساعدات أو الدعم المقدم للأونروا. الرقم مفاجئ، الرقم مطمئن مبشر، لدينا يعني حتى اللحظة عجز ب 21 مليون، ولكن ماذا عن تعهدات للأعوام المقبلة حتى لا نبقى ندور في نفس الحلقة ونتحدث عن عجز لكل عام؟ وهذه هي النقطة الأساسية. شكرا لك. يعني هذه النتائج المؤثرة بالعام 2018 نحن نريد أن تتكرر. العام ناشد هذه الدول أن تدخل مع الوكالة في شراكة متعددة السنوات. أنت كما تفضلت اللاجئ الفلسطيني مل وتعب من الأزمة المالية للوكالة كل عام، نريد ثباتا ماليا. الثبات المالي يؤدي إلى ثبات برامجي، وهذا يمكن اللاجئ من الالتفات إلى قضيته السياسية، ويمكن الوكالة من استرداد عافيتها وتحسين خدماتها تما وكيفا، ليس فقط الخدمات العادية ولكن الخدمات الطارئة. هناك بوادر جيدة، السويد دخلت معنا باتفاقية الأربع سنوات، الاتحاد الأوروبي اتفاقية السنتين، ونحن نأمل من الدول الخليجية والتي تفضلت 200 مليون دولار هذا العام تقرر هذا التبرع في العام 2019، وتدخل أيضا في شراكة يعني طويلة الأمد وبالإضافة للدول الأخرى، ولكن كما تفضل البوادر مشجعة للغاية. نأمل بالتأكيد بأن تكلل كل هذه الجهود بنجاح وتنهي أزمة المواطنين. شكرا جزيلا لك، حدثتنا عبر الهاتف الناطق باسم وكالة الأونروا سامي مشاشع من منطقة البحر الميت. شكرا لك. أصيب 25 مواطنا بالرصاص الحي والاختناق خلال قمع قوات الاحتلال المشاركين في فعاليات المسيرة البحرية 16 لكسر الحصار شمال غزة. وأفاد شهود عيان ومصادر في الهلال الأحمر الفلسطيني بأن جنود الاحتلال المتمركزين في ما يسمى موقع زكيم العسكري والزوارق البحرية التي تجوب عرض البحر فتحوا نيران أسلحتهم الرشاشة صوب قوارب صغيرة تحمل على متنها عددا من المواطنين المشاركين في مسيرة سلمية قبالة شاطئ بلدة بيت لاهيا، ما أدى لإصابة 25 مواطنا بالرصاص الحي وآخرين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع. أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أنه ينوي إخلاء قرية الخان الأحمر في القريب العاجل، مضيفا أنه لن يحدد الموعد بالضبط. تصريحات نتنياهو هذه جاءت خلال اجتماع عقده مع كتلة حزب الليكود البرلمانية في الكنيست، وذلك عقب تصريحات أدلى بها رئيس حزب البيت اليهودي نفتالي بنت اتهم فيها نتنياهو بعدم تنفيذ القرار المتعلق بهدم قرية الخان الأحمر وترحيل أهلها. هذا وتعقد هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤتمرا صحفيا في قرية الخان الأحمر بعد قليل للوقوف على آخر التطورات والرد على تصريحات نتنياهو.
ميدانيا هدمت آليات الاحتلال 6 منشآت تجارية في بلدة جبل المكبر، كما جرفت ما تسمى سلطة الطبيعة والآثار التابعة لها أرضا في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، كما صادرت عدة مركبات بحجة عدم الترخيص. التفاصيل مع كريستيان ريناوي. عشرات العائلات المقدسية فقدت مصدر رزقها في يوم واحد جراء هجمة شنتها بلدية الاحتلال، شملت هدم 6 منشآت تجارية في بلدة جبل المكبر جنوب القدس المحتلة، منها مكاتب ومخازن ومغاسل للمركبات ومقاصف والذريعة المعلنة عدم الترخيص. أجت قوة الاحتلال هدمت منشآت تجارية لأخوية بمساحة 80 متر وأخذوا أغراض برضو من الموقع، وإحنا في ظل دولة احتلال هذا المتوقعين منهم دائما كل يوم وكل دقيقة يهدوا ويدمروا في المنشآت تبعاتنا. في منطقة الصلعة وجبل المكبر، هذه منطقة أيضا مهددة بسبب المشروع المنوي لإقامته في هذه المنطقة، وهو شارع رئيسي يصل المستوطنات الجنوبية بالمستوطنات الشمالية، لذلك قامت بلدية الاحتلال في الماضي بإصدار أوامر هدم وأيضا محاولة ابتزاز السكان. وفي سياق التضييق على المواطنين القاطنين في محيط الأقصى، شرعت طواقم الاحتلال منذ ساعات الصباح الأولى بتجريف أرض المواطن خالد الزير في حي الثوري من سلوان، والمفارقة أن من نفذت عملية التخريب والتجريف طواقم احتلالية تسمي نفسها سلطة حماية الطبيعة والأثار. الساعة 6:30 الصبح في قوات من جيش الاحتلال وسلطة الطبيعة والبلدية الاحتلال قاموا بتجريف الأرض عندي وخلع في أشجار خلعوها وصدروا لمركبة فيها عدة للأرض بستعملها وجرفوا الأرض. أكثر من 100 منشأة سكنية وتجارية هدم الاحتلال في القدس خلال 11 شهراً من العام الجاري، ويخطر بهدم عشرات الألاف منها بفعل استهدافه المتواصل والمتصاعد. يعيث الاحتلال في الأرض خراباً بالهدم والتجريف، لكن المقدسيون يدركون أنه لا يهدم بحجة رخص لا يستصدرها لهم بالأصل، وإنما لتنفيذ مخططاته التهويدية التي تستهدف الأرض والمقدسات. كريستين ريناوي، تلفزيون فلسطين، القدس المحتلة. وللمتابعة معنا من مدينة القدس المحتلة رسم عبدات، عضو هيئة العمل الوطني والأهلي في العاصمة المحتلة. سيد عبدات مساء الخير، أهلا مرحبا بك معنا إلى نشرة التاسعة. كما أشار التقرير أكثر من 100 منشأة حتى اللحظة والعام لم ينتهي هدمت، وألاف الإخطارات للعديد من المنازل. اليوم جبل المكبر وسلوان كانت المستهدفة، كيف تعقبون على استهداف الاحتلال لهذه المنشآت بحجج واهية؟ دائما الحجج جاهزة، عدم الترخيص. نعم، واضح أنه بعد تولي المتطرف المتدين وشيليون برئاسة بلدية الاحتلال شهدنا هناك عملية تصعيد باتجاه عمليات الهدم للمنشآت التجارية وأيضا لتوزيع الإخطارات بالهدم وتجريف الأراضي في مدينة القدس، والاستهداف الآن واضح في منطقة جبل المكبر وخصوصا بعد ادعاء الاحتلال بقيام الفتى عبد الرحمن علي أبو جمل بتنفيذ عملية طعن داخل مركز شرطة عوز المقام على أراضي جبل المكبر، ولذلك هي المسألة في إطار الانتقام أولا في جبل المكبر وفي مدينة القدس. هذا استهداف دائم من قبل الاحتلال، الاحتلال يصعد باستهداف الحجر الفلسطيني، والمسألة لم تعد فقط مقتصرة على هدم المنشآت التجارية وعدم منح التراخيص والمخالفات التي يفرضها الاحتلال بشكل باهظ على المواطنين بحجج البناء الغير المرخصة. الاستهداف شامل، منع الأنشطة والفعاليات في مدينة القدس، وأيضا هذا يندرج في إطار السياسة الإسرائيلية باعتبار القدس عاصمة لدولة الاحتلال، وما جرى من عمليات اقتحام لوزارة شؤون القدس ومحافظتها والاعتداء على العاملين والتخريب في مقر سياسة البيئة الطاردة، يعني إنجاز التعبير هنا سيد عبدات. بالتالي كيف سيؤثر على الواقع الديموغرافي للمدينة وأحياء القدس؟ نتحدث عن أحياء عربية تمارس فيها عمليات الهدم بشكل يومي لمنشآت ومساكن المواطنين، بالتالي طرد المواطنين
إجبارهم على الخروج من العاصمة المحتلة، هذا كيف سيؤثر بشكل عام على واقع المدينة؟ نعم، الاحتلال يسعى إلى تغيير الواقع الديموغرافي في مدينة القدس لصالح المستوطنين، سواء عن طريق اعتبار القدس هي العاصمة الموحدة والأبدية لكل يهود العالم، أو بتوسيع مساحة القدس بحيث تصبح 10% من مساحة الضفة الغربية، بحيث يضم لها مستوطنات من جنوب غرب مدينة القدس من غوش عتسيون وحتى شمال شرق مدينة القدس، مجمع مستوطنات معالي أدوميم. والحديث الآن الذي يجري بتهديدات نتنياهو بهدم قرية الخل أحمر وإخلاء سكانها هو يندرج في إطار هذه السياسة العنصرية التي تستهدف طرد وتهجير سكان مدينة القدس وتغيير واقعها الديموغرافي لصالح المستوطنين. ولذلك هذه الإجراءات والتشريعات والقوانين والتي كان آخرها قانون ما يسمى بأساس القومية الصهيوني، الهدف منها تغيير ليس فقط الواقع الديموغرافي في المدينة، بل العمل على تغيير المشهد بشكل كلي، بحيث يبدو المشهد يهوديا وليس عربيا إسلاميا. ولكن لا أعتقد أن كل هذه السياسات الطاردة والتهجير القسري التي يمارسها الاحتلال بحق المقدسيين ستنجح في تنفيذ مثل هذه المخططات. نحن نشكل 37% من مجموع سكان مدينة القدس، وهذه الاحتلال مهما حاول أن يغير في هذا الواقع فالمقدسيين يؤكدون أنهم سيبقون ثابتين في أرضهم وفي قدسهم. الاحتلال يهدم والمقدسيين بكل تأكيد بعمليات البناء بشكل متواصل لإفشال كل مخططات وسياسات الاحتلال الاقتلاعي. شكرك يا جزيل الشكر. من استوديوهاتنا في مدينة القدس المحتلة سيد راسم عبيدات، عضو هيئة العمل الوطني والأهلي في العاصمة المحتلة، شكرا ومساء الخير. في موضوع آخر، أطلع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على أوضاع الأسرى الصعبة داخل سجون الاحتلال، مطالبا بضرورة احترام حقوقهم وتقديم العلاجات اللازمة لهم، خاصة أن عددا كبيرا منهم مصابون بأمراض صعبة وخطيرة. واستعرض أبو بكر خلال لقائه أبو الغيط في مقر الجامعة العربية معاناة الأسرى في سجون الاحتلال بشكل عام والانتهاكات التي يتعرضون لها بشكل يومي من خلال سن وتشريع قوانين عنصرية تعسفية غير مسبوقة بحقهم. ركز على قانون، لأنه إحنا معركتنا مع الإسرائيليين حاليا موضوع الإعلام وفضح سياسات إسرائيل القمعية تجاه شعبنا وتجاه أسرانا، والجانب القانوني لهم في الأمم المتحدة طبعا من المحاكم، التوجه للمحاكم إلى آخره، وخاصة أنه الإعدام طبعا هذا يعني راح يحرج إسرائيل، إحنا بدنا نعريها، لأنه أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية بولاياتها بيعتبروهم جزء منها، وهذه الواحد ديمقراطية بالشرق الأوسط. وقعت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون اتفاقية تعاون مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين والاتحاد الدولي للصحفيين تخص السلامة المهنية للصحفيين العاملين في الإعلام الرسمي الفلسطيني. وأكد المشرف العام على الإعلام الرسمي الوزير أحمد عساف أن موضوع السلامة المهنية للعاملين في الإعلام الرسمي الفلسطيني يحظى بأولوية كبيرة واهتمام بالغ، لا سيما للعاملين في الميدان ويتعرضون للاعتداءات المتكررة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، موضحا أن هذه الاتفاقية سيتم تنفيذها بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين ونقابة الصحفيين الفلسطينيين من خلال خبراء دوليين وإفاد المراسلين الصحفيين لدورات تتعلق بسلامتهم. نحن وقعنا اليوم هذه الاتفاقية بحضور الاتحاد الدولي للصحفيين، اتفاقية السلامة المهنية التي تراعي شروط وكل معايير السلامة الدولية وفق المعيار العالمي، وهذا من شأنه أن يعود بالكثير من النفع على العاملين في الهيئة العامة في كل مكونات الإعلام الرسمي بشكل عام. تعهد لنا الاتحاد الدولي قبل توقيع الاتفاقية بأنه سيوفد خبراء لهذا، الخبراء دوليين، وسنكون على تماس ونحن نتكامل مع نقابة الصحفيين الوطنية. أهمية هذه الاتفاقية أنها الثانية على مستوى الوطن العربي بعد تونس قبل 10 أيام، الاتحاد الدولي وقع هناك اتفاقية ضمان السلامة المهنية للصحفيين في تلفزيون فلسطين. هذه الاتفاقية مهمة جدا بحيث تضمن الهيئة الإذاعة والتلفزيون بالتنسيق مع النقابة والاتحاد
الصحفيين الدولي أن يتم تدريب متواصل للصحفيين وتوفير أدوات السلامة المهنية وتأمينهم على الحياة من أجل أن يكونوا في المهمات الخطرة. هذا عمل متواصل ومجهود متواصل ولابد أن تستمر فيه الآن الهيئة، لأن عارفين خاصة المخاطر، لأن الوضع الاستثنائي اللي يعيشه الصحفي الفلسطيني تحت الاحتلال يتطلب خبرة، يتطلب تدريب، يتطلب وسائل وقاية، يتطلب تأمين على المخاطر. إذن نحن مسرورين جدا، وهذا ما يمكن له إلا يخدم حرية الصحافة، ما يمكن له يخدم قدرة الصحفي على أنه يوصل الحقيقة للعالم. أما الآن فإلى الموجز الاقتصادي مع زميلة لينا عودة. مساء الخير لينا. مساء الخير خميس. مساء الخير تيانا. أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى هذا الموجز الاقتصادي. ارتفع الشيكل أمام الدولار الأمريكي ليصل إلى 3 شواقل فارزة 7 أجورات، بعدما كان نهاية الأسبوع الماضي عند 3 شواقل فارزة 71 أجورة. ويأتي ذلك نتيجة ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في إسرائيل بنسبة 0.3%. وقال خبراء إن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين زادت من توقعات السوق بقيام بنك إسرائيل باتخاذ قرار برفع أسعار الفائدة لأطول أطراف من المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني والجامعات التي تعهدت بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للأعوام 2015-2018. ويأتي هذا اللقاء لمناقشة التقدم الحاصل في تنفيذ الاستراتيجية في الأعوام السابقة، وتحديدا أولويات الهيئة في مجالي إنفاذ القانون وتدابير الوقائية، وذلك قبل البدء بوضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لعام 2019. اليوم يأتي في خضم تجهيز الهيئة للانطلاق بإعداد الاستراتيجية المقبلة لمكافحة الفساد. هذا الإعداد لا يمكن أن يتم دون أن يتم مراجعة لما تم إنجازه فيما يتعلق بتنفيذ الاستراتيجية الثانية لمكافحة الفساد. ذكرت وكالة بلومبرغ أن السلطات اليابانية تعتزم إصدار أمر باعتقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة نيسان موتورز كارلوس غوسون. ونقلت بلومبرغ عن مصادر يابانية أنه سيتم إلقاء القبض على غوسون من قبل النيابة العامة في طوكيو للاشتباه في خرقه لقانون التجارة المالية الياباني. نهاية الموجز الاقتصادي وعودة إلى الزملاء. شكراً لك لينا. ننتقل الآن مباشرة مشاهدينا الكرام إلى الخان الأحمر، حيث المؤتمر الذي تعقده هيئة مقاومة الجدار والاستيطان لمتابعة آخر التطورات هناك. بأن الفترة التي مضت لم يتوقف فيها الاعتصام بل استمر، ولكن الآن ستتصاعد وتيرة الاعتصام من جديد. ونحن نقول من جديد مرة أخرى أننا سنتصدى لجريمة هدم الخان الأحمر، لأنها كما قالت المدعية العامة فاتو بن سودة هي جريمة حرب حسب ميثاق روما، وبالتالي نحن من حقنا أن ندافع عن وجودنا وعن مدارسنا وعن تعليمنا وعن مساكننا وعن أطفالنا ونسائنا. وخلال الفترة الماضية قمنا بإعداد هذه الخيمة للمبيت الشتوي، لأننا ندرك تماما أن غدر الاحتلال، ولم نثق يوما لا بقرارات رئيس وزراء الاحتلال ولا محاكمه ولا إدارته المدنية، وبالتالي استمرينا في إعداد الخيمة لكي نكون جاهزين في أي لحظة تعود الأمور إدراجها. نحن ندرك أن هدم الخان الأحمر هو خطوة استراتيجية في مخطط الاحتلال الاستراتيجي لعزل مدينة القدس وتقسيم الضفة الغربية والسيطرة على مناطق جيم وتدمير قيام الدولة الفلسطينية، وهو بداية أو مقدمات لصفقة القرن في حصر الفلسطينيين في مناطق ألف وباء وفرض حكم ذاتي عليهم وإقامة دولة غزة الكبرى. وبالتالي ندرك تماما أن هذا المخطط الاستراتيجي لن يسقط إلا باستمرار كفاحنا ونضالنا الوطني بشكل مستمر ودائم،
وأننا يجب أن لا نغفو ويجب أن لا ننام، يجب أن نبقى في قمة الاستعداد للتصدي لأي محاولة لتنفيذ جريمة التهجير القسري في كل الأراضي الفلسطينية في مناطق جيم، والتي يخطط الاحتلال لبدئها في منطقة الخان الأحمر. خلال الفترة الماضية ادعى الاحتلال أن هناك مفاوضات، لم يكن هناك أي مفاوضات، لم يتقدم الطرف الاحتلال بأي مقترح كان، ولم يقدموا لا للمستوى السياسي الفلسطيني ولا للسكان أي مقترح حول بقاء الخان الأحمر، وإنما هم كانوا يريدون أن يتحول تنفيذ جريمة التهجير القسري إلى إقناع السكان بالهجرة الطوعية، وهذا ما رفضه أهلنا آل أبو دهوك، وما رفضه أبناء شعبنا في مؤتمرهم الصحفي الذي عقدوه قبل أيام. ونحن نؤكد مرة جديدة أن أهلنا آل أبو دهوك الذي نوجه لهم كل التحية يرفضوا بشكل قطعي التهجير الطوعي، ويرفضوا هدم قريتهم، ويرفضوا ترحيلهم من هذا المكان إلى أي مكان آخر، وأنهم مستعدون ليدافعوا عن وجودهم هنا، ونحن مستعدون أيضا لندافع معهم عن وجودهم في هذا المكان، وأننا نعد أنفسنا لمرحلة الدفاع عن الخان الأحمر ولما بعد الدفاع عن الخان الأحمر في رفض مشروع الترحيل وإعادة البناء من جديد والبقاء في نفس المكان. ليس لدينا أي مخطط للقبول بأي مكان بديل للخان الأحمر، وتهجير وهدم وإزالة ما كان تم تحضيره في بوابة القدس هو بسبب رفض السكان الفلسطينيين أن يرحلوا إلى ذاك المكان، ونحن نؤكد رفضنا لذلك بشكل كامل. أنا مرة أخرى أتحدث في بدء الشهر السادس للاعتصام بأننا مستعدون لأن نعتصم هنا شهور أخرى وسنوات أخرى دفاعا عن الخان الأحمر. وأيضا أقول أن الدفاع عن الخان الأحمر هو معركة استراتيجية بالنسبة لنا كفلسطينيين، تستحق أن نقدم لها الغالي والنفيس، وتستحق أن ندافع عنها بكل إمكانياتنا كفلسطينيين، لأنها إما أن تكون بوابة قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، وإما أن تكون بوابة التهجير القسري وتنفيذ مؤامرة التصفية القضية الفلسطينية وما يسمى بصفقة القرن. لذلك نحن اخترنا أن تكون معركة الخان الأحمر هي معركة قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس إن شاء الله. ونوجه من هنا التحية لسيادة الرئيس الأخ أبو مازن الذي يتصدى بشكل عظيم وفي مقدمة الذين يتصدون لصفقة القرن، وهو الذي قال لا لتنفيذ مؤامرة التصفية للقضية الفلسطينية. ومن هنا أيضا نرسل رسالة واضحة لحركة حماس ولكل القوى الوطنية الفلسطينية أن تقبل أو أن توافق على برنامج الرئيس في لتحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام والذهاب بعد ذلك إلى أي تهدئة أخرى. إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية هو الذي يمكن أن يمكننا فعلا من السير قدما في الدفاع عن الخان الأحمر، والسير قدما في الدفاع عن المسجد الأقصى وعن القدس، والسير قدما في الدفاع عن مشروعنا الوطني، وفي السير لتحقيق إنهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة. ندعو مرة أخرى كل القوى الفلسطينية لقبول مبادرة السيد الرئيس بالوحدة، وقبول الدعوة التي وجهتها مصر في الأيام القادمة لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية وإنهاء الانقسام. ونحن نقول أنه لم يتحرر شعب تحت الانقسام، تحت الاحتلال منقسم. يجب إنهاء الانقسام أولا ثم الذهاب إلى أي مفاوضات أو إلى أي حرب. إذن مشاهدينا نكفي بهذا القدر مما جاء في المؤتمر الصحفي لرئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير وليد عساف، الذي جاء في إطار الرد على ما تحدث به رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، والذي هدد مجددا بهدم قرية الخان الأحمر قريبا. الوزير عساف
أشار إلى أنه مع بداية الشهر السادس للتضامن والتواجد في قرية الخان الأحمر شرق مدينة القدس المحتلة، أكد على التصدي لكل المشاريع الهادفة للنيل من هذه القرية وتهجير سكانها، وأكد أيضا على رفض السكان هناك للانتقال إلى أي مكان آخر. نعم، وأيضا بإمكان المشاهدين متابعة ما تبقى خميس من هذا المؤتمر على قناة فلسطين مباشر. في موضوع آخر، استعاد مخيم الميومية حالة الاستقرار، وذلك بعد أن نجحت اللجان الشعبية في منظمة التحرير بتأمين تمويل من المؤسسات الدولية لإعادة تأهيل وإعمار المنازل والأحياء داخل المخيم. زين عبد الصمد والتفاصيل. خفت صوت الرصاص وعلى صوت الاستقرار لتظلل الشرعية أحد مخيمات الصمود في لبنان الميومية. المخيم نفض عنه رماد الاشتباكات التي اندلعت إثر اعتداء على قوات الأمن الوطني فيه، ومنظمة التحرير التي حرصت منذ اليوم الأول على إعادة الحياة إلى ما كانت عليه لجهة المدارس والروضات والعيادات، شكلت جسر تواصل مع المؤسسات الدولية لإعادة تأهيل البنية التحتية في المخيم من شبكات كهرباء ومياه وإعادة إعمار المنازل المتضررة. تابعنا مع المؤسسات المحلية والدولية لمعالجة ما نتج عن هذه الأحداث، سواء الكهرباء أو المياه أو البيوت التي دمرت في الحي أو الأحياء التي شهدت اشتباكات في المرحلة الماضية. واليوم نحن هنا للإطلاع على أداء وعمل ورش العمل الكهرباء للكهرباء وتوزيع الخزانات على العائلات. ما يفوق 150 خزان مياه قدمه المجلس الناروشي للاجئين ليغطي احتياجات العائلات المتضررة في المياه، ويتم توزيعه بحسب كشوفات معتمدة. اللجان الشعبية التابعة لمنظمة التحرير عقدت اجتماعا مع ممثلي الهيئات الدولية الذين زاروا المخيم لمتابعة سير ورش العمل. كمجلس ناروجي للاجئين، نحن بعد ما صارت الأحداث بالمخيم كان في حاجة لتوزيع حوالي 160 خزان اللي هن كانوا متضررين قبل، فهيدي يعني جزء من تدخلنا هلا لتأمين يعني المياه بشكل مباشر هلا. على مستوى شبكات الكهرباء التي لحقت بها أضرار جراء القذائف، فقد تولى الصليب الأحمر الدولي المهمة ليؤمن محولا كهربائيا وكابلات توصيل وعلب في الأحياء في ورشة عمل تطال القطاع الكهربائي في المخيم ليعاد إصلاحه. توازيا قدمت منظمة التحرير مولدا كهربائيا بديلا لسكان المخيم بتكلفة مادية زهيدة. على صعيد إعادة الإعمار، أجرى فريق هندسي من وكالة الأونروا مسحا ميدانيا للمنازل والأحياء المتضررة. هنا انتصر الحق على الباطل، وهنا يسعى الحق إلى إصلاح آثار أضرار الباطل. من مخيم العزة الميومي جنوب لبنان، زين عبد الصمد، تلفزيون فلسطين. أخبار الرياضة مع الزميلة كيانا الصيفي. مساء الخير كيانا. مساء الخير خميس. مساء الخير ديانا. مساء الورد. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. أبدى البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الحالي انزعاجه عندما رحل زميله السابق مسعود أوزيل عن ريال مدريد إلى أرسنال في عام 2013. وبحسب صحيفة مترو البريطانية، أكد رونالدو أن أوزيل كان أفضل لاعب يعرف تحركاته تجاه المرمى وأنه كان غاضبا لرحيله. وانتقل كريستيانو رونالدو في الصيف الماضي إلى يوفنتوس قادما من ريال مدريد بعد 9 مواسم قضاها اللاعب داخل صفوف القلعة البيضاء. تعرض الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب وسط برشلونة للإصابة خلال مباراة منتخب بلاده أمام إسبانيا الخميس الماضي في منافسات دوري الأمم الأوروبية. وأكد النادي الكتالوني أن راكيتيتش قد يغيب عن الملاعب لمدة تقارب 3 أسابيع. وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لن يقوم بتغطية نفقات إصابة راكيتيتش والدفع تعويض لنادي برشلونة. وأضافت أن القانون ينص على تحمل الفيفا تكاليف علاج أي لاعب يتعرض للإصابة
خلال مشاركته مع منتخب بلاده بشرط أن تكون إصابته أكثر من 28 يوما، بينما راكيتيتش سيغيب لفترة تتراوح بين أسبوعين لثلاثة أسابيع فقط. وصل النجم الصربي نوفاك ديوغوفيتش تربعه في صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين في نسخته الصادرة اليوم، ولم تحدث أي تغييرات في المراكز العشرة الأولى باستثناء تقدم الألماني ألكسندر زفريف من المركز الخامس إلى المركز الرابع. وجاء ترتيب اللاعبين أصحاب المراكز الخمسة الأولى بالتصنيف العالمي للاعبين المحترفين كالتالي: الصربي نوفاك ديوغوفيتش في المركز الأول، الإسباني رافائيل نادال في المركز الثاني، السويسري روجير فيدرير في المركز الثالث، الألماني ألكسندر زفريف في المركز الرابع، الأرجنتيني خوان مارتن ديل بوترو في المركز الخامس، والجنوب أفريقي كيفن أندرسون في المركز السادس. خلال مباراة منتخب بلاده مع تونس ضمن تصفيات بطولة أمم أفريقيا، التقطت الكاميرا طفلة مصرية تحمل لافتة توجه رسالة إلى النجم المصري محمد صلاح، وكتبت الطفلة على اللافتة باللغة الإنجليزية: صلاح أرجوك أن تسجل، أريد أن أذهب إلى البيت، لدي واجب. وبعد نهاية المباراة كانت المفاجأة، إذ رد النجم المصري بشكل مباشر على اللافتة قائلا عبر حسابه على تويتر: لقد حاولت فعلا من أجل أن تغادري مبكرا، وأنا أعتذر لأنني أبقيتك هنا حتى الدقيقة الأخيرة، آمل أن مدرستك ستتفهم الوضع غدا. ولعب صلاح دور البطولة في مواجهة تونس عندما صنع هدفا وسجل الآخر في الدقيقة 90 ليحول التعادل إلى فوز بنتيجة 3 أهداف لهدفين. نهاية جولة الرياضية لهذه الليلة، شكرا للمتابعة، عودة إلى ديانا وخميس. شكرا لك كيان. شكرا كيان. في بيت لحم انطلقت أعمال المؤتمر الفلسطيني التاسع للتوعية والتعليم البيئي للمساهمة في تغيير الواقع البيئي في مختلف نواحي الحياة. تعزيز العمل البيئي في فلسطين، آليات وخطط وقرارات، عنوان المؤتمر الفلسطيني للتوعية والتعليم البيئي بنسخته التاسعة المنعقد في بيت لحم لمناقشة قضايا بيئية واقتراح خطط تنفيذية لتساهم في تغيير الواقع البيئي. المؤتمر هذا بده يكون متواصل مع المجتمع اللي احنا عايشين فيه بشكل أكثر، لا يكون مؤتمر فقط لمحاضرات ولبرامج، لكن مؤتمر يتعايش الإنسان الطالب في المجتمع فيه من ناحية عملية أكثر من ناحية نظرية. المؤتمرات هي معيار دولي اليوم لمدى تفاعلنا واندماجنا على المستوى العالمي، والعالم يراقب ويرى بأن الشعب الفلسطيني رغم الاحتلال رغم كل الظروف ويعقد مؤتمرات مهتم بالبيئة، يدافع عن البيئة في وجه الاحتلال. هذا بالمستوى الأول. المستوى الآخر، هذه المؤتمرات هي يتمخض عنها سياسات تربوية وتعليمية وتوصيات لكافة الوزارات لكافة الجهات الرسمية. المؤتمر الذي ينعقد ليومين يحمل عناوين هامة يناقشها من خلال جلسات علمية بمواضيع تشمل الانتهاكات البيئية في جميع المحافظات لوضع الحلول لها ورسم السياسات والتشريعات بما يكفل الحفاظ على ما تبقى من البيئة وسبل تخطي كل الإجراءات والتعديات الاحتلالية التي تستهدف الموارد الطبيعية والبيئية. احنا بنحاول قدر الامكان ايضا انفاذ ما يمكن انفاذه من التشريعات البيئية بهدف ضبط السلوك، بهدف وقف التعديات على بعض مكونات البيئة الفلسطينية التي نعاني منها بين الحين والآخر. وهناك شراكة بيننا وبين جهاز الشرطة الفلسطينية ووزارة السياحة والآثار والنيابة العامة بهدف انفاذ القانون وتطبيقه حيثما امكن، الى جانب طبعا المراهنة على الوعي وعلى الضمير الفلسطيني. تربية وتعليم تعمل على محورين رئيسيين، المحور الرئيسي الأول هو المنهج الفلسطيني، وكما تعلم في منهج فلسطيني جديد عصري وحديث، وفي هذا المنهج تم وضع رسائل مقصودة بيئيا توجه الطالب نحو الممارسة البيئية السليمة والتوجه البيئي الصديقة للبيئة، والبعد الآخر وهو البعد النشاط الإثرائي. ويسعى المؤتمر إلى تبني سياسات التربية والتعليم البيئي كأحد أهم الأدوات الفاعلة في حماية البيئة، إلى جانب استهداف التخطيط البيئي وملاحقة العوائق التي تحول دون تكريس الوعي البيئي من كونه نظريا إلى معرفة وتطبيق فعلي. يشكل هذا المؤتمر عنوانا لرفع الوعي البيئي لدى جميع الشرائح المجتمعية،
ومحطة هامة لوضع الخطط والاستراتيجيات والتشريعات والقرارات التي من شأنها أن تحافظ على البيئة الفلسطينية. هانفا نون، تلفزيون فلسطين، بيت اللحم. حالة الطقس المتوقعة مع زميلة ناتالي رانتيسي. مساء الخير يا ناتالي. مساء الخير خميس. مساء الخير ديانا. مساء الخير. طمنين على الجو. أجواء معتدلة إن شاء الله. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في أحوال الطقس. شهدت البلاد اليوم ارتفاعا طفيفا على درجات الحرارة وأجواء معتدلة ودافئة نسبيا في ساعات النهار. أما في ساعات الليل فتنخفض درجات الحرارة بشكل كبير لتصبح الأجواء باردة نسبيا إلى باردة، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا. وبالنسبة ليومي الثلاثاء والأربعاء فلا يطرأ أي تغير يذكر على الحالة الجوية السائدة، حيث تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية العامة. هذا ومن المتوقع أن تتأثر المنطقة بامتداد لمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة نسبيا يوم الخميس، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير. أما الآن ننتقل وإياكم مشاهدينا الكرام إلى درجات الحرارة المتوقعة ليوم غد في بعض المدن الفلسطينية، حيث سنبدأ من العاصمة القدس المحتلة، فمن المتوقع أن تسجل 21 درجة مئوية. ننتقل إلى رام الله 20، أما نابلس 23، جنين وطوبة 24، طولكرم 25، قلقيلية أيضا 25 درجة مئوية، أما سلفيت ف 21، أريحة 28، بيت لحم 21، الخليل 20. أما الآن ننتقل وإياكم مشاهدينا الكرام إلى المحافظات الجنوبية، ونبدأها من غزة، من المتوقع أن تسجل 24 درجة مئوية، دير البلح 25، خان يونس 24، وأخيرا رفح 25. ومن درجات الحرارة في محافظات الوطن إلى بعض العواصم العالمية والعربية. إلى هنا مشاهدينا وصلنا لنهاية النشرة الجوية، أما الآن عودة للزملاء خميس وديانا. شكرا لك نتالي. عفوا. وقبيل الختام لم يتبقى إلا أن نذكر بأبرز العناوين. السيد الرئيس يثمن ويشيد بالموقف السعودي الدائم والثابت تجاه القضية الفلسطينية. الأنور وتعلن تقليص العجز المالي للعام الحالي إلى 21 مليون دولار. ونتنياهو يجدد تهديده بهدم قرية الخان الأحمر قريبا. ختام النشرة، نشكر لكم طيب المتابعة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.